هنبدأ بعد كده إن شاء الله في المحتوى الرابع، هو المحاسبة على عناصر التكاليف. وبنبدأ بعنصر المواد. عنصر المواد المباشرة بيعتبر من العناصر الأساسية، خاصة في المنشآت الصناعية. ليه؟ لأن هو طبعا بيدخل مباشرة في إنتاج المنتج النهائي. طبعا في حاجات عندكم كتير، أنا هبدأ على طول في المواد المنصرفة للإنتاج، إزاي إن إحنا نسعرها، خاصة بيبقى الصرف من المخازن بيتكرر خلال، لو أنا هعمل قائمة بتاعتي على شهر فبيتكرر الصرف خلال الشهر. طب إحنا بنسعر المواد اللي بتنصرف إزاي، خاصة اللي داخل المخازن لما اشترينا من الموردين داخل بأسعار مختلفة. قال تسعير المواد المنصرفة ليه طرق كتير منها. أول حاجة اسمها سياسة المواد الواردة أولا تصرف أولا، أو بيقولوا عليها اللي هي فيرست إن فيرست أوت، أو بيقولوا فايفو، اختصارها فايفو. بالنسبة للطريقة دي بنرتب الكميات الواردة حسب التواريخ الورود للمخازن، هصرف من المخازن على حسب أقدمية الكميات الواردة، وطبعا بالأسعار بتاعتها بناء عليها، الكميات اللي جات الأول بالأسعار بتاعتها، ثم الكميات اللي بعديها والأسعار بتاعتها وهكذا. طب المخزون اللي بيفضل آخر الفترة من المواد بقى تسعيره بإيه؟ بآخر كمية إيه وردت للإيه؟ للمخازن. بنشوف عندي التمرين اللي هو صفحة 107، بيقول لي تقوم إحدى المنشآت الصناعية تطبيق طريقة ما ورد أولا يصرف أولا لتسعير المواد المنصرفة من المخازن، وفيما يلي حركة الصنف، طبعا هو الصنف اسمه 102، خلال شهر أكتوبر 2011. هنبدأ حاجة حاجة. التمرين طبعا قدام، أنا بحط الرسمة بتاعت أو المصفوفة بتاعت الحل. ببدأ أول عمود للتاريخ، تاني عمود للوارد، تالت عمود للمنصرف، ورابع عمود للرصيد اللي هو المتبقي في المخزن. الوارد معناته ايه؟ ساعة ما اشترينا المواد ديت ودخلت، طب سعرها ايه؟ وبناء عليها بضرب عدد الوحدات اللي انا اشتريتها في سعر الوحدة الواحدة يديني تكلفتها في يوم وردها. خلاص؟ فانا عندي بيقول لي ايه؟ في يوم 2/10 في 2000 وحدة دخلت المخزن، سعر الوحدة 4 جنيه. طيب هبدأ التاريخ، هحط 2/10، هقول الكمية الواردة 2000، 2000 هضربهم في 4، الوحدة الواحدة ب4، 2000 في 4 ب8000. لاحظوا ان انا اما بحط وارد مش هحط منصرف، هيبقى فاضي قدام الوارد في خانة المنصرف. طيب اللي موجود في المخزن قد ايه؟ ما هم اللي جم 2000 وحدة، الوحدة الواحدة ب4، يبقى 2000 في 4 ب8000. في 3/10 صرفنا من المخزن 500 وحدة. طيب هنصرفها ايه؟ ما هو اللي موجود اصلا كله على بعضه 2000، هاخد منه 500، يبقى المنصرف 500. طب السعر كام؟ ما هي كانت حاجة وحيدة، كانت سعرها 4، يبقى 500 في 4 ب2000. احنا خدنا من الرصيد بتاع المرة اللي فاتت بتاع 2/10، خدنا من ال 2500، تبقى كام؟ تبقى 1500. السعر كام؟ السعر 4 جنيه، يبقى 1500 في 4 ب6000. اذا بسعر المنصرف 2000 جنيه وبسعر الرصيد المتبقي 6000 جنيه. في 6/10 جنة دخل المخازن 1800 وحدة، سعر الوحدة الواحدة 4.2، بضرب ال 1800 في خانة الوارد في 4.2 يديني 7560. في المنصرف ما فيش حاجة خالص، اجي في خانة الرصيد المتبقي من المرة اللي فاتت 1500 في 4، بكتبه بالتفصيل بسيبه زي ما هو. طب والمرة دي جه كام؟ جه كمان 1800 ب 4.2، يبقى 1800 في 4.2 7560، زائد ال 6000، يبقى المجموع على بعضه 13560. إذا تكلفة اللي موجود في المخازن 13560. هاجي بقى هيبان هنا تطبيق الطريقة. في 8/10 قالوا إيه؟ هنصرف
1600 وحدة. أعمل إيه؟ هبص للأجين بتاعي الأول، أنا في خانة الرصيد المرة اللي فاتت كان موجود فيه رقمين 1500 وحدة ثم 1800 وحدة، يبقى هصرف الأول ال 1500 القدام، ما احنا قلنا الوارد أولا يصرف أولا، يبقى هاخد ال 1500 سعر الوحدة، الوحدة بتاعتها كام؟ 4، احنا هنصرف كام؟ 1600 واحد، يبقى فاضل لي كمان 100، هاخدها منين؟ من ال 1800 التانيين اللي هم سعرهم ايه؟ 4.2، يبقى اذا دلوقتي بصرف 1600 بس منهم 1500 قديم ب 4 ومنهم 100 ب 4.2. طيب ال 1500 القدام خلصوا خلاص، فاضل ال 1800 اللي كانوا من المره اللي فاتت خدت منهم 100، يبقى تبقى منهم ال 1700. يبقى انت لو تلاحظ المنصرف تكلفته 6420 وقلت تفاصيله، والمتبقي المتبقي بس 1700 وحده اللي هي كانت الوحده الواحده ب 4.2، يعني 7140. طب في 10 10 جالنا كام؟ جالنا 1000 وحده. ال 1000 الوحدة سعر الوحدة الواحدة 4.25، يبقى 1000 وحدة في 4.25 يديني 4250. خلي بالكم أنا عندي قديم من المرة اللي فاتت 1700 بسعر 4.2، يعني كان فاضل 7140 جنيه تكلفة المخزون، دخل عليهم كمان المرة دي 1000 وحدة ب 4.25 تكلفتهم كام؟ 4250. يبقى بحط بتفاصيل الوحدات، بتفاصيل الاسعار وبتفاصيل التكلفة، يبقى عندي تكلفة ال 1700 7140 زائد تكلفة ال 1000 4250، لو انا جمعتهم مع بعض يبقى تكلفة المخزون المتبقي 11390. قال لي في 15 10 هيصرف كام؟ 2100 وحدة. تعالوا نبص، هناخد من القديم الاول، القديم عندي 1700 بس هاخدهم كلهم ب 4.2. طب احنا هنصرف كام؟ 2100، يبقى متبقي لي كمان 400 هاخدهم من ال 1000، يبقى هاخد ال 400 اللي هي ال 1000 اللي كان سعرها 4.25، يبقى عندي هنا 1700 ب 4.2، 400 في 4.25 التكلفه كام؟ 8840، ده تكلفه المنصرف. طب المتبقي كام؟ متبقي فقط لا غير من ال 1000 وحده متبقي منها 600 بسعر 4.25 يعني 2550. طيب في بعد كده 19 10 جالنا 2000 وحده، سعر الوحده الواحده 4.22، يبقى 2000 في 4.22 هيديني 8440، ادي اللي جاي عندي عند الرصيد. الرصيد عندي قديم من المره اللي فاتت 600 بالوحده الواحده 4.25 يعني 2550، وجه كمان 2000 جداد ب 4.22 يبقى عندي 8440 حجمهم على 2550 يديني 10990. اخر عمليه في 22 10 هنصرف 1000 وحده. 1000 وحده اعمل ايه؟ ابص للقديم بتاعي، القديم بتاعي اقدم حاجه كانت 600 هاخدها كلها ب 4.25. طب متبقي كام لل 1400؟ هاخدهم من ال 2000، يبقى عندي هنا 400 في 4.22، 600 في 4.25، التكلفه المنصرف كله 4238. طب المتبقي ايه؟ المتبقي بس من ال 2000 1600، لان خدت منهم في الصرف 400، بكام سعرهم؟ هو سعر واحد 4.22. اذا تكلفه المخزون المتبقي من المواد عندي كام؟ 6752، وده المقصود بطريقه الوارد اولا يصرف اولا. طلعنا تكلفه المنصرف وطلعنا تكلفه الرصيد المتبقي. الطريقه الثانيه اللي هي الوارد اخيرا يصرف اولا، او بيقولوا عليها لاست ان لاست اوت او لايف. الطريقه دي بتقول ايه؟ اما اجي اصرف من مخازن هصرف طبقا للاسعار اخر كميات دخلت المخزن، لما اخلص الكميات دي هصرف بعد كده اسعار الكميات اللي تسبق وهكذا، وبالتالي مخزون اخر المده هيتسعر بايه؟ باقد اسعار اقدم الكميات. نشوف حل نفس المثال اللي فات بس بطريقه لايفو. عندي هنا بيقول لي طبعا اول حاجه بدا ب 2000 وحده، سعر الوحده الواحده 4، ده وارد دي مفيش اختلاف، يبقى عندي مفيش طبعا منصرف في الرصيد 2000 ب 4 ب 8000.
بعد كده هيصرف 500 وحدة، أنا ما عنديش في المخزن إلا 2000 وحدة بسعر واحد بس، فاخد منهم 500 يبقى تبقى 1504. لحد هنا ماشيين مظبوط زي الطريقة اللي فاتت. هيجي لي 1800 بعد كده في 6/10 ب4.2 ب7560، يبقى المخزون عندي الرصيد أجيم 1500 ب4 ب6000، ودخل كمان جديد 1800 ب4.2 يبقى 13560 زي الطريقة اللي فاتت. طيب كويس لحد كده. بعد كده بقى في 8/10 قال لي هصرف 1600. هنا الاختلاف بقى، هاخد ال 1600 هناك كنت باخد من القديم، لا انا هاخد من الجديد دلوقتي. الجديد كام؟ 1800 اللي دخل جديد، يبقى اخد منهم 1600 يتبقى 200، وانا عندي القديم 1500، يبقى ال 1600 في 4.2 يديني 6720. يبقى الرصيد ايه؟ كانت اقدم حاجه موجوده زي ما هي ما صرفتش منها، وال 200 اللي هي كانت 1800 خدت منهم ال 1600 ب 4.2، يبقى تكلفه المخزون على بعضه 6840. قال لي في 10 عندي 10/10 هيخش لي 1000 وحده. طيب ال 1000 وحده السعر كام؟ 4.25. يبقى هنا في الوارد ما بيختلفش 4250. طيب عاوز احط بقى الرصيد، القديم كان عندي 1504 وبعدين كان متبقي من اللي بعده 200 بس في 4.2، دخل كمان جديد دلوقتي 1000 ب 4.25، يبقى في ثلاث عناصر في المخزون، احدث حاجه هي ال 1000، ثم اللي قبلها 200، ثم اللي قبلها 1500. التكلفه على بعضها كام؟ 11.90. هبقى عاوز بقى في 15/10 يصرف 2100. هبدا من تحت لفوق، هاخد اول حاجه ال 1000 ب 4.25، كفت؟ لا ما كفتش، انا عاوزه 2100. طيب اللي قبلها 200 بس، هاخد ال 200 ب 4.2، يبقى كده 1200، لكن انا عاوزه 2100 باقي لي 900، هاخدهم من اقدم حاجه اللي هي ب 4، يبقى خدت 1000 من احدث حاجه كلها 4.25، ثم كملت بال 200 كلها ب 4.2، ثم خدت من اقدم حاجه من ال 1500 900 ب 4، يبقى اذا 3600 اخر حاجه، هجمع على 840 و 4250، اذا تكلفه المنصرف 8690. طب ايه المتبقي؟ متبقي من اقدم حاجه اللي هي ال 1500، ما خدتش منها بس الا 900، تبقى منها 600 بسعر 4، يعني 600 في 4 ب 2400. طب دخل لي جديد، دخل لي 2000 وحده ب 4.22، يبقى 8440. حاجه عندي هنا مفيش طبعا منصرف، الرصيد فاضل من المره اللي فاتت 600 في 4، وبعدين المره دي دخل كمان 2000، 2000 في 4.2، يبقى اذا تكلفه الرصيد كله على بعضه كام؟ 10840. اخر حاجه هيصرف 1000 وحده في 22/10. طيب اخد ايه من احدث حاجه؟ احدث حاجه كانت ال 2000، ناخد منها ايه؟ 1000، هيتبقى فيها 1000، يبقى 1000 في 4.22 من 100 هيديني 4220، يبقى تكلفه المنصرف. طب المتبقي ايه؟ من الجديد من ال 2000 كنا خدنا 1000، اتبقى 1000، يبقى عندي 1000 في 4.22 من 100، وفاضل قديم خالص 600 في 4 ب 2400. إذا تكلفة الرصيد المتبقي اللي هي المخزون عبارة عن 6620. إحنا هنكتفي طبعا في تسعير المواد المنصرفة في الطريقتين دول نظرا لظروف اللي هي يعني طبعا الطارئة اللي اضطرتنا إن إحنا ما نديش محاضرات ونسجل المحاضرة.